يواكب أداء يمين أعضاء الحكومة الجدد وهم على التوالي. السيد خالد السهيلي وزير الدفاع الوطني: أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجه بمسؤولياته، رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام الدستور البلادي وقوانينه. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وتونس أنا بين أيدينا جميعا، بين القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية وكل المواطنين المخلصين الثابتين المرابطين للدفاع عن وطننا العزيز. بعد إذنكم يا سيادة رئيس الجمهورية، أتوجه بجزيل الشكر على هذه الثقة الغالية، وأعدكم إن شاء الله نكون في على مستوى جدير المسؤولية. طبعا بما سأعمل على الارتقاء بالعمل صلب وزارة الدفاع بما يحمي مصالح الدولة التونسية وأمنها وأمنها واستقلالها وسيادتها. شكرا. السيد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس، وأطلع على خير وجه بمسؤولياتي، رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينه. إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله في تونس وفي كل أنحاء العالم ترفعون راية تونس عليه، وتقولون لأي مخاطب لنا سيادتنا نرفض أن يتدخل في شؤوننا أحد، كما نرفض التدخل في شؤونهم الداخلية. لدينا ثوابت ومبادئ ولن نحيد عنها أبدا بإذن الله تعالى. وعلى السفراء وعلى القناصر وعلى كل من هو في الخارج أن ييسر ويبذل كل طاقاته من أجل خدمة تونس، ومن أجل أيضاً تيسير الخدمات لكل التونسيين المقيمين بالخارج، لأنه من غير المقبول أن يتحول مواطن تونسي مقيم بالخارج مئات الكيلومترات لاستخراج مضمون ولادة أو وثيقة إدارية ويقال له عد بعد غد أو عد بعد أسبوع. يفترض أن تقدم له هذه الخدمات بأقصى سرعة وفي أفضل الظروف وفي احترام كامل لكل منظوري السفارات والقناصل بإذن الله تعالى. ومن لا يقوم بالدفاع عن تونس في الخارج لا مكان له لتمثيلها في الخارج في المستوى الدبلوماسي. بإذن الله إن شاء الله تكون أسرة واحدة تحت أمركم وبالتنسيق مع الحكومة. حكومة والتنسيق كامل مستمر، وفريق الحكومي يجب أن يعمل في انسجام تام إن شاء الله تعالى. شكرا سيد رئيس. شكرا. الدكتور مصطفى الفرجاني وزير الصحة: أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي، رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. إن شاء الله مبارك سيد الوزير، وأنت جدير بهذه المسؤولية الكبيرة لإعادة بناء القطاع العمومي للصحة الذي تم قصفه وتم تسويته مع الأرض، وأنت من أكثر ومن أصدق الخبراء الذين شخصوا الأمراض ويعرفون كيفية علاجه. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله الصحة التي هي حق من حقوق الإنسان
تتوفر للجميع على قدم مساواة. بحول الله سيد الرئيس، ولدينا من الخبرات من أمثالكم التي نفتخر بها وقادرة على تقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين في كافة أنحاء البلاد، ولابد من تصور جديد لإعادة وأؤكد على إعادة بناء هذا المرفق الحياتي في تونس. شكرا لكم، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، ومن نجاحا إلى آخر. السيد الوزير، تحية تونس. السيد عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية: أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجه بمسؤوليتي، رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله العمل المستمر الدائم الثابت حتى تسترجع الدولة التونسية دورها الاجتماعي. وزارتكم أو الوزارة التي ستتولونها من بين أهم الوزارات، ولا بد أن نعمل في إطار الفريق الحكومي حتى تعود الوزارة كما كانت عليه، وتقوم الدولة بالدور الاجتماعي الموقول لها وفق الدستور، ولكن وفق مطالب الشعب التونسي قبل أي نص من النصوص. إن شاء الله. شكرا. السيد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات: أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفاني لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجه لمسؤولياتي، رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، والمهمة التي ستتولونها على رأس وزارة التجارة وتنمية الصادرات من بين أهم المهام، خاصة لضرب المحتكرين الذين يحاولون بكل الطرق وبكل الوسائل تجويع الشعب. وهناك أيضا مسألة هامة أخرى وسيتم تناولها، هذه المسالك التي تسمى مسالك التوزيع. هذه مسالك هدفها تجويع الشعب لا توزيع السلع، ثم أنها بعض السلع تظهر وتغيب فجأة، تظهر في هذا المكان وتغيب في مكان آخر، والأمر واضح ومدبر من قبل جهات معلومة، ولا بد أن تتحمل مسؤوليتها، لأنه لا مجال للمس بقوت الشعب وبحقه في الحياة الكريمة. وأيضا المراقبة، مراقبة الأسعار، لأن من يجوع الشعب هو الذي يرفع في هذه الأسعار، وتشاهدون بكل تأكيد وتتابعون كيف ترتفع الأسعار من 200 مليم من فلاحة وعاملة فلاحية تقوم بالليل وتصل الليل بالنهار وتبيع بعض المنتجات ب200 مليم، ولكن نجدها في السوق ب3000 دينار. فأين ذهبت هذه الأموال ولمن تذهب؟ لهؤلاء الذين يحاولون إشعال النار، ولكن أن لهم ذلك. شكرا. المهمة قطاع عام جدا، ولا بد من تطهيره. السيد عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي، رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. إن شاء الله
التوفيق والنجاح في هذه الوزارة التي اعتبرها من وزارة السيادة، على استشارة اللوطرية التي تم تنظيمها قبل عرض مشروع الدستوري على الاستفتاء، أوضحت الاختيارات الأساسية للشعب التونسي في المجال الفلاحي. وهذا المجال للأسف تم إهماله وتم تركه، وأكثر من هذا أراض فلاحية كثيرة مهجورة، فضلا عن الوضع العقاري لعديد الأراضي الفلاحية. لدينا من الإمكانيات الكثير، ولدينا من القدرات الكثير، ولدينا من القدرة على تجاوز كل الصعوبات، القدرة على تجاوز كل هذه الأوضاع. كل يوم أتابع تساقطات الأمطار، ودرستها حتى من بداية القرن العشرين وقبل القرن العشرين. أولا لم نكن نحن سببا في انحباس الأمطار، وثم هناك عمليات إجرامية تمت في عدد من مناطق الجمهورية لقطع الماء على المواطنين، وهو أمر غير مألوف حتى في ظل الأعوام التي عرفت فيها تونس شحا مائيا كبيرا في آخر السنوات الأربعين لمدة 7 سنوات تقريبا، ولكن لم يصل الوضع إلى مثل هذا الحد. قام سلفك بما يجب أن يقوم به، وجاء اليوم الدور الذي ستقوم به أن لتواصل العمل ولتقضي على هذه الشبكات التي يقال إنها شبكات مهترئة، ولكن لماذا اهترأت سنة 24 ولم تهترأ من قبل؟ ولماذا اهترأت في هذه المنطقة ولم تهترأ في المناطق الأخرى؟ هناك شح في المياه، هناك انحباس للأمطار، وهو أمر معروف في التاريخ. السنوات العجاف زمن النبي يوسف عليه السلام كان هناك مخزون استراتيجي، وكانت لدينا سياسة مائية في السنوات 60 خاصة في تونس الوسطى، بالتأكيد تذكر ذلك، والآبار التي تم حفرها وكيف تم تحويل المياه إلى المناطق السقوية حتى صارت مطمورة تونس في الغلال وفي الأشجار المثمرة. شحت المياه ربما، ولكن لا بد من مواجهة هذه الأوضاع الطبيعية وغير الطبيعية، لأن هناك من يقف وراء قطع المياه. كيف الماء بدون لون وبدون رائحة، ولكن في المهدية وفي سوسة وفي سرس تحول لونه ولم يعد صالحا لا للشراب، ولكن حتى لقضاء أبسط الحاجيات في تنظيف البيوت أو في ري المناطق السقوية. نشكرك سيد الرئيس حفيق الوزارة الداخلية، إن شاء الله نكون عند حسن ظنك إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. السيد نور الدين النوري وزير التربية. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي، رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله تعود التربية والتعليم إلى سالف إشعاعها. لقد تم ضرب هذا المرفق العمومي منذ بداية السنوات 90 ومنذ أواسط السنوات 80، وتم أهمال عديد المؤسسات التربوية، ولم يتم أيضا حل عديد المشاكل التي تراكمت ونتحمل تبعاتها اليوم. لابد من إيجاد حلول عاجلة لوضع حد نهائي
ولغلق هذا الملف بصفة كاملة بناء على معايير موضوعية واضحة تنصف الجميع، تنصف المعنيين بالأمر، وفي نفس الوقت تنصف ناشئتنا. وهناك قريبا إن شاء الله سيعرض المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وآثرت أن يتم إدراج هذا المجلس في نص الدستور، فهو مؤسسة دستورية، والقانون أو النص الذي سيصدر في شكل مرسوم سينظمه حتى لا يتم التلاعب بهذا القطاع الحيوي. وثروتنا البشرية هي ثروتنا التي لا تنظم ولا يمكن أن يطالها أي انحباس. السيد منذر بالعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. إن شاء الله مبارك، والمسؤولية جسيمة أيضا لإعادة التربية والتعليم في كل المستويات. في التعليم العالي نجت المدرسة الوطنية للمهندسين من الإصلاح الذي تم تقديمه على أنه إصلاح، ولكن ضرب عديد المؤسسات، ولدينا من الكفاءات التونسية في المدرسة التي درستم بها طويلا، لدينا من الكفاءات الكثير، ونريد أن تكون كل مدارسنا مدارس نموذجية، لأن طاقتنا البشرية كبيرة، فلنفتح أمامها الأفاق ونعمل على كل ما يمكن أن نفعله لتبسيط الحصول على هذه الشهادات بطبيعة الحال لمن يستحق، حتى تكون تونس دائما منارة للعلم ومتفوقة. وما إطاراتنا الموجودة في الخارج إلا دليل على أن المتخرجين من هذه المدارس التي نجت بنفسها عما سمي بالإصلاح، وكان ليس إصلاحا ولكن اغتيالا للمدرسة العمومية، دليل على أن تونس ولادة، تونس تزخر بالكفاءات البشرية، تزخر بثروة بشرية، نعمل على الإحاطة بها والعمل على تبديل كل الصعوبات أمامها. السيد الصادق المورالي وزير الشباب والرياضة. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، والقطاع الذي ستتولونه من بين أهم القطاعات الشباب والرياضة، الإحاطة بالشباب ثم الرياضة. وأعلم أنك تعلم عديد الملفات والفساد الذي نخر هذا القطاع، وسيتم العمل على وضع نظام قانوني جديد، لأن هناك ما يسمى بالاحتراف وما هو بالاحتراف، وهناك سمسرة وشبكات سماسرة في كل مجال، فلتكن الأمور واضحة في المستوى القانوني، ومن لا يطبق القانون يتحمل تبعات عدم احترامه للنصوص القانونية للدولة. السيد سفيان الهميسي وزير تكنولوجية الاتصال. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفاني لأقوم بالواجب الوطني المقدس، ليطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. إن شاء الله مبارك، وإن شاء الله بالتوفيق.
والعمل اليوم مطلوب والاهتمام بهذا القطاع، ولكن أيضا مواجهة هذه الحرب المسعورة التي تدار من الخارج عن طريق ما يسمى بشبكات التواصل الاجتماعي والصفحات المأجورة والمدعومة، ولكن ليعلم الجميع أن مثل هذه الشبكات لا تثير عند الشعب التونسي إلا الازدراء والاحتقار، ولن تربكنا أبدا. ونحن جنود، كلنا جنود في كل القطاعات للدفاع عن تونس وعن مواجهة هؤلاء الأعداء الذين لا هم لهم إلا الافتراء والكذب والبهتان. وليعلم الجميع في العالم كله أن هذه المواقع من أي بلد كان لن تربكنا، وسنواصل لنحرر تونس ممن أجرم في حقها سواء في الداخل أو في الخارج. السيد رشيد عامري وزير النقل. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفاني لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. والمطلوب في هذه المرحلة هو إعادة بناء القطاع العمومي للنقل الذي تم ضربه منذ نهاية السنوات الثمانين. كانت السكة الحديدية في بداية القرن العشرين أكثر وأطول بكثير مما هو عليه الآن. عدد الحافلات تقلص من 1300 في العاصمة فقط إلى حوالي 300 حافلة. لقد تم اغتياله، والمرفق العمومي للنقل مرفق حيوي، لأنه لا يمكن أن يتواصل الوضع على ما هو عليه الآن. هناك حلول عاجلة لابد من اتخاذها لتخفيف وطأة التنقل من مكان إلى آخر داخل المدن وبين المدن، ولكن في انتظار حل جذري شامل يسهل الترقل للمواطنين ويسهل تنقل السلع ويسهل وييسر الاستثمار، لأن شريان الاقتصاد لا يمكن أن يكون شريانا صحيحا إلا إذا كان هناك مرفق عمومي للنقل ييسر تدفق ترقل الأشخاص وترقل السلع. بالتوفيق إن شاء الله. أعلم أن الأمر ليس بالهين، ولكن حينما نواجه التحديات لا نقبل إلا بالانتصار. بحمد الله إن شاء الله. السيد وجدي الهديلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفاني لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. التوفيق والنجاح. وأنت من خيرة الكفاءة في المجال العقاري والملفات كثيرة والسرائات كثيرة على أملاك الدولة بدون وجه حق، ولابد أن يعامل المواطنون على قدم المساواة. لدينا بالتأكيد تعرف ذلك تاريخا عريقا في المجال العقاري. 1885 هذا قانون تورانس، اللغة تورانس، ولكن هناك الكتاب ربما تعرفه، كتاب الشيخ السنوسي مطلع الدراري في توجيه النظر الشرعي على القانون العقاري، وكانت لدينا من كثير من الكتابات حول القانون العقاري، ولكن للأسف اليوم لدينا الكثير من ملفات الفساد
ولابد من وضع حد لهذه الأوضاع غير المقبولة، فلا هي قانونية ولا هي عادلة ولا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه. بالتوفيق إن شاء الله وبالنجاح في ثورة التحرير، تحرير تونس من هؤلاء الذين عبثوا بها على مدى عشرات السنين. السيد سفيان تقية وزير السياحة: أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفاني لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كلف احترام دستور البلاد وقوانينها. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. في قطاع عنها شهد في وقت من الأوقات تطورا سريعا، ولكن لابد من تطوير مفهوم السياحة في تونس، لأن السياحة ليست مبيت، السياحة الثقافية وتونس، ونفتخر بذلك في كل أنحاء العالم من أقدم الحضارات الإنسانية ل7000 سنة. السياحة الثقافية، السياحة الطبية، ليست سياحة المهرجانات، وأيضا يجب أن يكون المهرجانات الوطنية كمهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات بريقها. من كان يصعد على ركب مهرجان قرطاج أو على مهرجان الحمامات أو الأيام السينمائية لقرطاج، الدور السياحة أيضا الثقافي في المجال الثقافي، السياحة الثقافية، سياحة المؤتمرات، السياحة الصحية، لابد من تطوير مفهوم السياحة. وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح، ولن نقبل إلا بالنجاح. ربما هناك عقبات كبيرة وتحويلات للأموال في الخارج ولا يصل منها إلا النزر القليل، ويجب أن نوضح هذه المسالك فيستفيد منها الشعب التونسي قبل أن تستفيد منها هذه اللوبيات التي تتخفى دائما وراء الستار أو وراء بعض القوانين البالية التي وضعت على مقاسها. السيد أحمد البوهيلي وزير الشؤون الدينية: أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح على رأس هذه الوزارة. وكنت منذ أكثر من 20 أو 30 سنة درست كيف ظهرت الإدارة، وكيف في وقت من الأوقات في سنة 54 أحدثت وزارة في ظل حكومة محمد صالح مزاري، ثم تحولت إلى كتابة الدولة للشؤون الدينية في وقت من الأوقات، وبعد ذلك تم تطويرها وصارت وزارة للشؤون الدينية. وديننا الحنيف لابد من إبراز مقاصده الحقيقية. حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام يا رسول الله؟ قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والبطلة المقاصدية في تونس، أول ما طبع مقاصد الشريعة على الشاطبي طبع في تونس، ثم المحاضرة التي كان ألقاها الشيخ محمد الخضر حسين بمدينة بن زرد لما كان قاضيا حول الحرية في الإسلام، تبين بوضوح أن من بين مقاصد الشريعة الإسلامية، من بين مقاصد الإسلام، الحرية. وتعلمون أن الشيخ محمد الخضر حسين هاجر إلى القاهرة وبطلب من الرئيس الراحل الزعيم جمال عبد الناصر تمت دعوته لإمامة الجامع الأزهر، وهو الإمام الوحيد من غير المصريين الذي تولى الإمامة الكبرى
النساء مع الأزهر، وكانت هناك علاقات كبيرة بين الأزهر والزيتونة وجامع القرويين، وأيضا هناك رواق للمسلمين في القدس الشريف التي ستتحرر إن شاء الله أولى القبلتين الثالث الحرمين الشريفين، وتكون عاصمة لدولة فلسطين، كل فلسطين. وحتى في القدس في سنة 55 انعقد مؤتمر، وكان هذا المؤتمر لوضع دستورا للبلاد العربية، دولة اتحادية عربية، وشارك في وضع هذا المشروع المرحوم الرويسي. ولكن تعلمون التاريخ فيما بعد، ديننا الحنيف دين التسامح، دين التعايش مع كل، وكل حر في اختياراته. ننظم هذا الشؤون الدينية تحت الدولة، ولكن أهم من كل ذلك أن يعي الجميع المقاصد الحقيقية للإسلام. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. الله يبارك. وخاصة ما حصل في السابق لا يجب أن يتكرر. بحول الله. إن شاء الله. شكرا. شكرا. السيدة أسمى الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفاني لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجه لمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. بالتوفيق والنجاح والعمل على مقاربة جديدة لكل المواضيع. تونس لها النساء، ذكر حسن حسني عبد الوهاب في كتابه المعروف الشهيرات التونسيات، كتب عن البعض وعن فاطمة الفهرية وأروى القيروانية، ولكن هناك عديد من النساء التي شاركنا في الحركة الوطنية. وأذكر رسالة عثرت عليها في أحدى الصحف موجهة من امرأة تونسية تطالب بوضع دستور، كان ذلك في السنوات الثلاثين، وعلق صاحب الجريدة آنذاك على هذا المقال الدستور من وراء الخدور. هناك تاريخ حافل، وهناك أيضا المرأة التي تعاني، وبالتأكيد تابع وتتابعين معاناة المرأة في الريف، وقلت وأنا معهن أن كرامة الرجل من كرامة المرأة، وكرامة الوطن من كرامة مواطنيه ومواطناته. بالتوفيق إن شاء الله مع الجانب الأسرة، الجانب الطفولة، وهذا أهم جدا، لأن كل قطاع يكمل القطاع الآخر. السيدة أمينة السرارفي وزيرة الشؤون الثقافية. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجب مسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانين. الله بالتوفيق والنجاح. شرفت المرأة التونسية في الإبداعات، ورحم الله والده الذي عرف بالموسيقى التونسية والموسيقى العربية في باريس، واكتشفت المجموعة التونسية في تلك الفترة مع المرحوم
السريتي ومع المرحوم محمد الجاموسي عديد الفنانين والفنانات وتعلمين هذا المجال وكيف كانوا يجتمعون وكيف كانوا يجتمعون أيضا أو اجتمعوا مرة على الأقل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي أطلعهم وهو في باريس وكان لا يحب السفر ولكن سافر إلى باريس واجتمع بعدد من التونسيين من الموسيقيين ومن غير الموسيقيين وأطلعهم على إحدى أغانيه الجديدة والثقافة أديم يجب أن تكون ثقافة وطنية وأن يعود إليها إشعاعها وأذكر الجهد الكبير الذي تم بذله في ظل الاستعمار وبعد الاستقلال بالنسبة لدور النشر وبالنسبة لتوزيع الكتب وبالنسبة للنوادي الثقافية وبالنسبة لنوادي السينما في وقت من الأوقات التي تم التراجع عنها لأسباب تعلمينها بالتأكيد نريدها ثقافة وطنية ترتقي بالذوق العام لأن هناك للأسف من بعض العروض التي تشاهدينها لا علاقة لها بالثقافة إطلاقا بل ربما بإفساد الذوق العام لنرتقي بالثقافة ولنرتقي بالذوق العام ولا مستقبل لأي دولة ولأي مجتمع لأي شعب إلا بثقافة وطنية ربما أو بالتأكيد قرأت مستقبل الثقافة في مصر للعميد عميد الأدب العربي طه حسين مستقبل يجب أن نرسم معالم هذا المستقبل حتى يكون الفكر مستأنيرا وحتى نرتقي بالذوق العام في كل مكان في المدارس في وسائل الإعلام في المهرجانات كما أتحدث إلى السيد وزير السياحة لأنه فيها طابع أيضا سياحي وفقك الله تعالى في هذه إدارة الثقافة والأمر صعب وأعرف الملفات الكثيرة للأسف التي لا تشرف الثقافة ومن لا يشرف الثقافة ليس له مكان في وزارتكم ولا أيضا في بطرق ملتوية أخرى عن طريق الأساليب التي للأسف دأبوا على الاتجاه إليها. السيد محمد بن عياد كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان للقيام بالواجب الوطني المقدس لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها إن شاء الله بالتوفيق والنجاح وأن المطلوب هو مضاعفة الجهود للإحاطة بالتونسيين بالخارج مع السفراء مع القناصل التونسيين بالخارج كانت الهجرة في وقت من الأوقات وربما تعلم ذلك كان عدد من التونسيين بالخارج في السنوات الخمسين وفي ما قبل ذلك كانوا يتوجهون إلى الكليات للتعلم ثم عادوا بعد الاستقلال للوطن اليوم لدينا كفاءات لابد من الإحاطة بها ولدينا عمال لابد من الإحاطة بهم ولدينا أيضا المشكل المتصل بهذه الهجرة لابد من الإحاطة الهجرة غير المنظمة غير الإنسانية في الواقع وأقولها دائما الأمر لا يتعلق بتونس بل أن تونس هي ضحية ولا يمكن أن نواصل على نفس النسق والمقاربة مقاربة الهجرة
مقاربة يجب أن تكون جماعية، تقف تنطلق من الأسباب التي أدت إليها، ونجد حلولا جماعية ونقضي على الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر. الإحاطة بالتونسيين بالخارج، وكنت منذ قليل أتحدث إلى السيد وزير الشؤون الخارجية عن الخدمات التي يجب أن تقدم لهم في أحسن الظروف، لأن العديد العرائض تصلني من عدد من التونسيين والتونسيات بالخارج، ويجدون صعوبات كبرى في الحصول على وثيقة يمكن أن يحصل عليها في دقائق معدودات أو حتى عن بعد. فالعمل على الإحاطة بهم، الإحاطة التي هي واجبنا تجاه مواطنينا في الخارج، واجب مقدس، واجب مقدس. شكرا. السيد حمادي الحبيب كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بالمياه. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص ودفاني لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي، رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. بارك الله فيك. وعلمت أنك لم تتردد ولو لحظة واحدة للقيام للاطلاع بهذه المسؤولية حتى دون مقابل، دليل على عمق الوطنية، وأيضا دليل على أنك تعلم خفايا الأمور، هذا الانقطاع في المياه وهذا الشبكات التي تهرأت في سنة 24، لماذا تهرأت في هذه السنة وفي هذه الصائفة، ومن يقف وراء تهرئتها، ومن يقف أيضا وراء الاعتداء عليها. وبالتأكيد تبعتم عددا من القضايا في عدد من جهات الجمهورية، الأمر مدبر والهدف هو الظمأ. وهناك في تونس في الشمال الغربي الماء في كل مكان، ولكن يشكون الظمأ فضلا عن التعهد بالسدود. وكانت هناك في وقت من الأوقات، وكنت تحدثت عن السدود التي بنيت في السنوات 60 وفي السنوات 70، وكانت هناك سياسة مائية واضحة. القضية ليست في مجلة المياه التي يتم إعداد مشروع لها، القضية في أن نطور تشريعاتنا. بالتأكيد لابد أن تتلائم مع الواقع الجديد، ولكن القضية في أن تطبق القوانين على الجميع. تونس عرفت سنوات جفاف في كثير من المناسبات، وأنتم تعلمون ذلك من خلال الأرقام وفي الأرشيف الوطني. ذكرت منذ قليل السنوات 40، عرفت أيضا سنوات نزل فيها الغيث النافع بكثافة حتى في التاريخ، وتعلمون ذلك. هناك مراحل جفاف تدوم 3-4 سنوات، تليها مراحل خصب. نريد أن نعالج هذا الأمر معالجة كاملة، فلا يشتكي أحد من الظمأ كما حصل هذه السنة، وعلى وجه التحديد حصل في السابق. حتى في السابق كما قلت كانت هناك إحاطة بالجانب المائية، الحنفية العمومية التي كانت موجودة في الأسواق، وحينما ينقطع المياه أو لا توجد مياه، هناك الماء قريب من المواطنين، على الأقل يتمكنون من الماء الصالح للشراب. شكرا. السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلفة بالشركات الأهلية. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص متفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي، رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. شكرا.
لكم سابقا أعلم جيدا أنك ستبذلين جهودا كبيرة تشرف التونسيات والتونسيين. أعلم جيدا أن هناك من عطل إنشاء هذا الصنف من الشركات الأهلية، ومن يفكر في تعطيل إنشاء أي شركة أهلية لأنها تخلق ثروة. عطلوها ليتركوا اللوبيات تعبث بالأراضي، أراضي الدولة. عطلوها. من يعطلك ولو بإجراء أو تمطيط أو تمديد إلى آخر ذلك فلا تترددي فعلاً. وأنها إن شاء الله لثورة حتى النصر. شكرا. السيد سمير عبد الحفيد وزير الاقتصاد والتخطيط. إن شاء الله بالتوفيق، توليتم مسؤولية كتابة الدولة وأديتم اليمين حينما صرتم عضوا بالحكومة. اليوم تتولون وزارة الاقتصاد والتخطيط، ولا بد من اقتصاد وطني مفتوحا على الخارج، ولكن اقتصاد وطني وتخطيط وطني نابعا من إرادة الشعب التونسي. تعلم بالتأكيد المخططات الاقتصادية والاجتماعية التي انطلقت منذ السنوات الستين من القرن الماضي وأدت إلى نتائج إيجابية لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد، ثم تم التخلي عنها. ولكن اليوم لابد من تخطيط، أو كما كان يقال تصميم. وزارة الاقتصاد والتصميم في وقت من الأوقات هناك تصميم وهناك إرادة صماء في أن ننهض باقتصادنا بمخططات اقتصادية واجتماعية تأخذ في الاعتبار وفي المقام الأول والأساسي حق المواطنين والمواطنات الفقراء والبؤساء، حقهم في الحياة الكريمة. هذا ما طالبوا به وهذا ما سنعمل على تحقيقه إن شاء الله. السيد رياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني. سنتجاوز كل هذه العقبات بإرادة حميدية، وسنخلق الثروة بسواعدنا وبعقولنا، بسواعد أبناء هذا الوطن وبناته وبعقول هذا الوطن وبناته، وسنرفع كل التحديات لأننا أعاننا الله وأعاننا الشعب على أن نكون أوفياء بمفاعيل.